الحل كاين، الحل كاين. الأجل هي انتخابات رئاسية تاع 2024، لازم نتصدى لها بأي طريقة كانت باش ما تكونش، إلا إذا، إلا إذا تمت une amnistie politique nationale، يعني عفو سياسي شامل، تغيير قانون تشكيل الأحزاب السياسية وفتح المجال السياسي، فتح المجال الإعلامي، تغيير قوانين وشروط الترشح المجحفة، واعتبار الجنسية الجزائرية أصلا الشرط الوحيد. في الحالة هذه راح نتصدى للنظام ضمن قوانين نعتبرها قوانين تنظيمية نوعا ما فيها حريات، دونك نعتبرها ديمقراطية. هنا راح تكون مواجهة سياسية حقيقية، وهذا أمر مبتعد أن النظام هذا يديرها، لأنه راح يلقى روحه في مأزق، لأنه ميزابار يستعمل القوانين المجحفة، دونك لي لوا سيليرات بور ماتي لو بابل اي فيرمي توت اسباس بوليتيك اي ميدياتيك، il n'a aucune chance de gagner face à des formations politiques nouvelles, jeunes, qui portent des idées nouvelles et révolutionnaires. يعني ما عنده حتى حل أمام تنظيمات سياسية جديدة صغيرة متعبئة بفكر مودرن نوميريك، صح صح سو جابيل مو لا ريفوليسيون 4.0، ما عنده حتى شانس. فرانسوا لو ميرل، بونسوار مسيو رحماني، il faut de vrais hommes pour tracer une feuille de route. La plupart courir derrière la bouffe de cette génération. TikTok devant la tour Eiffel me fait peur. Rabbi yistar. شوف على هذه قلت اللايف تاع اليوم تشاوري نوعا ما، غادي نطرح في اطروحات، جو اون تران دو فار دي بروبوزيسيون دو بوزي دي تيوري دو ديسيي دو اي جو دوموند فوتر بارتيسيباسيون، نطلب المشاركه تاع الناس بالافكار نتاعهم، لانه حنا توصلنا الى انه لازم نرجعوا، لازم نخلقوا تنظيم سياسي. بصح درك السؤال يطرح، ما هي نوعيه التنظيم السياسي؟ هل هو حزب؟ هل هو جبهه؟ هل هو حركه؟ واش هي المنهجيه تاعو اللي راح يحطها؟ واش من شريحه من الشعب الجزائري راح يعمل عليها؟ لانه سي ان ترافاي، لا بوليتيك ان ترافاي. واش من شريحه راح يتعامل معها؟ كيفاش راح يسوق البرنامج نتاعو؟ ما هي الاهداف نتاعو؟ كيفاش راح يتصدى للنظام هذا قبل 24؟ من اين يجي التصدي؟ بصح الخطره هذه يجي تصدي حقيقي للنظام مسيس بوليتيزي avec une direction politique avec une feuille de route. الطفل الصغير يفهمها، تلقاها حتى في الكارت هذاك اللي يلموا فيه الكاوكاو كيبيعوه في القراطس كما يقولوا حنايا. دونك لا هي لا سوليسيون، باسكو سي فو فواي دوك راك غادي تشوفوا العالم صار تقسيم جديد. دونك رانا في الحرب العالميه الثالثه، بدات مع كورونا، وقلنا لكم بلي العالم راح يتغيروا الاقطاب نتاعو، باسكو سي لو بوت نتاع لي زاميريكان يكونوا الاقطاب، لا كرياسيون لينمي. نوجهكم ليميسيون تاع مونامي سمير دو كندا قاعدة نوميد، درنا فيها اون ايميسيون سور لا كرياسيون دو لينمي. سي اون استراتيجي كي سويفي من عام التوت، اي فو كريي سون انمي. بيان سور شاكان ا سون ايشال، الامريكان يكري ان انمي ا سون ايشال، دونك سي لا روسي. Maintenant, celui qui est vraiment venimeux, par exemple, c'est les Chinois, mais ils sont très malins, très intelligents. Ils ne veulent pas qu'on les transforme en des ennemis. Mais ils veulent évoluer dans le monde. Parce que le commerce, le business, c'est une arme redoutable. D'ailleurs, les guerres, le tijara et le business, tout tourne autour de l'argent. Kulch. La dawla, c'est qu'il y a une masal malia. الحروب، الامريكان في حد ذاته الاقتصاد نتاعو حربي عسكري، ماشي كيما يقولوا لكم جماعه مدنيه. الامريكان عسكر، تكسرش لسانكم، الامريكان عسكر.
نوعية الاقتصاد نتاعو تمشي بالحروب وبالانترفونسيون نتاعو ترافير لو موند. دونك سي سا لو سوجي. ماتنون جو سوي بري ا ريبوندر ا كيلكو كومونتير دي كيستيون. باقي الجماعة اللي مازالوا يبوزيو لي لي كيستيون على بن حليمة والسوق الفارغ هذا. بن حليمة هذا نو مانتيريس با، سو ني با مون بروبليم. سي دي بروبليم كي كونسيرن اون اورغانيزاسيون que moi j'ai qualifié de terroriste le 29 mai 2020, c'est Rachid. Mais c'est 2021 qui est doula, en 2020. Donc, tu as dit que les gens ne sont pas, parce que ce n'est pas mon problème. Je suis dit que le sergent l'a dit, plus 7, je vais te répondre. Le sergent l'a dit, je vais te répondre, je vais te répondre, قلت لهم لي زافوكا تاعو يعيطوا لنا، شي بري ام ديبلاسي لو تيمونياج نتاعي اي بو فار كلكو شوز. داير ان با اون تيمونياج كي سوا اوسي لور كو لو ميان سي جافي تيموني. اي با سيد بون سبونا والسيد دار ان لايف قال لهم انا ما يهضر عليا غير امير دي زاد و وزيتوت. اي بان دوبوي دونك لي جون تاع رشاد انا بور موا ما يهمونيش، ينحرقوا بالنابالم، يهبطوهم، يطلعوهم. جو نو ديفون كو لي الجيريان ليبر ناسيوناليست اي باتريوت. جو نو ديفون با لي زافيلي على تركي ني لي زافيلي على العربي السعوديه اي اوز اماراتي. جو ديفون لي الجيريان اللي بنيتهم. الشعب الجزائري يبيعك ب 10 ملايين يقدر يبيعك بقل من 10 ملايين. ممكن ممكن صحيت. هذه جايه منها، جايه من هل الشعب نتاعنا تربى على مبادئ. تاع بكري كانوا عندهم مبادئ، مي تاع درك اسك ايزون دي برانسيب؟ اسك يعرفوا شي هو البرانسيب؟ صح. التفقير نتاع الشعب بالعقل بالعقل، شوف على بالك بلي التفقير تاع الشعب والاحتياج نتاع الشعب، ولما يكون الضغط الاجتماعي على الشعب، الشعب يفقد المبادئ نتاعو. سيتادير كيما نقول انا بين الرجله والطحين قضيه امكانيات. بارك الله فيك. صح. دونك الشعب هذا علاش انا من دعاة الديكتاتورية، من الديكتاتورية اللي تحكم بقانون صحيح عادل وقانون مساواة، لانه عندي الشعب الجاهل لازمك تتعامل معه كيما الغريان كيما الطفل الصغير. صحيح. وليدك تبعني مليح. والشعب الشعب الجاهل والشعب الفقير هم الاسهل للتحكم فيها. برافو اكسلون. درك فهمت الخطه تاع اللي دارها الاستعمار. وجريمه هذه تعتبر جريمه اقترفها الاستعمار اللي حاكم الجزائر في حق الشعب الجزائري. حرب الاهليه الاولى في 62، الحرب الاهليه الثانيه 92، 2022 دار لنا حرب اهليه اقتصاديه.